السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. هل تعلم ماذا يحدث للجسم عند تناول 3 حبات من التين البرشومي يومياً؟ يعد التين البرشومي أحد الفواكه اللذيذة والمغذية التي تزدهر في فصل الصيف، وتعتبر مصدراً غنياً بالعناصر الغذائية الضرورية لصحة الجسم. فمن أهم الفوائد التي يقدمها التين البرشومي للجسم الترطيب وتعزيز صحة الجلد. يحتوي التين البرشومي على نسبة عالية من الماء، مما يساعد على ترطيب الجسم والحفاظ على توازن السوائل، وهو أمر ضروري خاصة في فصل الصيف عندما يكون الجسم عرضة للجفاف بسبب الحرارة المرتفعة. ويحتوي التين البرشومي على مضادات الأكسدة مثل فيتامين إي وفيتامين سي، وهي فيتامينات تساعد في حماية الجلد من الأضرار الناتجة عن التعرض لأشعة الشمس، فضلا عن الفيتامينات والمعادن التي تساهم في تجديد خلايا الجلد، مما يحافظ على نضارة البشرة. تحسين الهضم. يمتلك التين البرشومي ألياف غذائية تساعد في تعزيز عملية الهضم ومنع الإمساك، فضلا عن البكتيريا النافعة الموجودة فيه والتي تحافظ على صحة الأمعاء، مما يساهم في تحسين صحة الجهاز الهضمي. دعم الجهاز المناعي. يحتوي التين البرشومي على فيتامين سي، والذي يلعب دورا حيويا في دعم جهاز المناعة، مما يساعد الجسم على مكافحة العدوى والأمراض، حيث يحتوي على معادن مهمة مثل المغنيسيوم والبوتاسيوم، وهي عناصر تدعم وظيفة الجهاز المناعي. الحفاظ على صحة القلب. يساعد البوتاسيوم الموجود في التين البرشومي في تنظيم ضغط الدم والحد من خطر الإصابة بأمراض القلب، فضلا عن وجود ألياف قابلة للذوبان والتي تعمل على خفض مستويات الكوليسترول الضار، مما يساعد في تحسين صحة القلب والأوعية الدموية. يعتبر التين البرشومي مصدر جيد للطاقة. يوفر التين البرشومي مصدرا طبيعيا للطاقة بفعل محتواه من الكربوهيدرات الصحية والسكريات الطبيعية، مما يجعله خيارا ممتازا لتزويد الجسم بالطاقة خلال الأنشطة الصيفية. دعم صحة العظام. يحتوي التين البرشومي على كميات جيدة من الكالسيوم والمغنيسيوم، مما يساهم في تعزيز صحة العظام والأسنان. كما يحتوي التين البرشومي على تأثيرات مضادة للالتهابات، فهذه الفاكهة تحتوي على مضادات أكسدة قوية، تمتلك خصائص مضادة للالتهابات، مما يساعد في تقليل الالتهابات المزمنة في الجسم. ولكن هل تعلم أن تناول 3 حبات من التين البرشومي قبل النوم يقلل من ارتفاع ضغط الدم، كما يعزز من أداء الجهاز الهضمي، ويحسن من صحة الأوعية الدموية، ويقلل الإصابة بأمراض القلب، كما يخفض من نسبة الكوليسترول الضار في الجسم، بالإضافة إلى أنه مفيد لصحة العظام لأنه غني جدا بالكالسيوم. ولكن ننصح مرضى السكري بالحد من تناول التين البرشومي بكمية كبيرة، لأنه يحتوي على نسبة عالية من السكر وله تأثير ضار على المرضى، ويمكن أن يسبب في ارتفاعه. ومن أهم الفوائد التي يقدمها التين البرشومي للجسم أيضاً تقليل خطر الإصابة بالسرطان، لأنه غني بمضادات الأكسدة، ويعمل على تنظيم ضغط الدم، ويقي من الإمساك، ويعمل على الوقاية من تصبغات البشرة. إذا أعجبكم الفيديو لا تنسوا الاشتراك بالقناة وتفعيل الجرس ليصلكم منا كل جديد. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.